فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب الترمذي أو الكتاب الترمذي باب ما جاء في الكلام في الطواف. انتهينا من هذا بأن الطواف بالبيت صلاة صح؟ الآن الوقت أزف بالنسبة لي، الله المستعان. باب ما جاء في الحجر الأسود انتهينا منه. علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. خلاص نختم، سأتأخر بعد شيء لكن نختم إن شاء الله. الحمد لله أنك متذكرة. وهنا الدهن بالزيت ليس طيبا في قولي غير المقتت، وهو زيت المقتت الذي يطبخ فيه الرائحين وخلط بأدهان طيبة، والحديث يدل على جواز الدهان بالزيت الذي يخلط بشيء من الطيب، لكن الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه والحياته. وقال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت. فهنا حتى المنع من هذا الباب خشية أن يكون فيه الطيب، هو ليس بطيب. طيب إن شاء الله نختم الآن بإذن الله. وعن عائشة رضي الله عنها قال باب منه، عن عائشة رضي الله عنها كانت أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اللهم استعان، الله يرزقنا الإخلاص، ما كان له دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. فهي كانت تحمل ماء زمزم، وهذا رد على من يقول بأن ماء زمزم إذا انتقلت تغيرت وضاعت فضيلته، وهذا كلام العوام ليس لهم أي أصل من العلم في هذا الباب، هذا كلام العوام ليس لهم أي أصل في هذا الباب. فكانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله، بل وكان يأمر بحمله، فنقلته لا يفعل ذلك، نقلته لا يفعل نقلته لا تقلل من قيمته ولا تنزل من فضيلته. ماء زمزم بما شرب له، وقال ماء زمزم طعم وشفاء سقم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله أين صلى الظهر يوم الترغية؟ قال بمنى، طبعا يوم الترغية اللي هو اليوم الثامن، صلى بمنى الظهر والعصر قصر دون جمع، وصلى المغرب والعشاء، ثم صلى وجلس يذكر الله، ثم دفع قدما إلى نمرة. فقال قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، النفر اللي هو نوع النفر الثاني اللي هو آخر أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا هو الختام، والختام في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن حتى للمتمتع الذي قال له تمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، المتمتع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع أن ضحى اليوم الثامن أن يلبي بالحرم، يلبي بالحج، يغتسل ويلبي بالحج، ثم يدفع إلى منى فيصلي هناك بها الظهر والعصر قصر دون الجمع، ثم يصلي المغرب ثم العشاء قصر، ثم يبيت، ثم يصلي الفجر حتى تشرق الشمس يذكر الله جل وعلا، ثم يذهب إلى 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 وادي عورنة وبطن عورنة
في نمرة فيصلي الظهر العصر جمع وقصر، ثم يدفع إلى عرفة فيقف فيها إلى غروب الشمس. أما بالأبطح لما كان الأبطح يا بطحاء بين مكة ومنى وسميت بذلك، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وكان ابن عمر يراها سنة في هذا أو التحصيب يراه سنة، وعائشة أيضا وابن عباس كان لا يرونها سنة، يكون النزول كان موافقا كما قال أبو رافع. لكن هو صلى الظهر بالأبطح عندما أراد النفر، يعني الرجوع إلى المدينة. العجيب أن أبو عيسى لما قيل لأنس قلت فأين صلى العصر؟ قال يوم النفر، قال بالأبطح، ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يعني هذا الذي فعله النبي لو كان سنة وأمراءك نزلوا في غير المنزل، ففعل ما فعل أمراءك، الأولى أن تكون متابعا لهم من أن تكون مخالفا لهم، الأولى أن تكون متابعا لهم من أن تكون مخالفا لهم. وفي قولي هذا حديث صحيح يستغرب، الاستغراب هنا لتفرد إسحاق، لذلك قال الحافظ في الفتح أظن أن هذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورأيت أبي بكر وإن كان قصر فيها متابعة، إذا كان قصر فيها ففيها متابعة قوية بطريق إسحاق، وله شواهد كثيرة، وله شواهد كثيرة. لذلك تفرد إسحاق بن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق، تفرد إسحاق بن يوسف الأزرق يعني عن سفيان جعل الأمر يستغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسد صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري، فله شواهد وله طرق كثيرة. بهذا والله الحمد والمنة يكون الله قد ختم لنا ختاما حسنا في كتاب الحج، والله الحمد في الترمذي. ما بقي لنا إلا الصلاة ربع العبادات هذه، وعلى ما زعمت طالبة العلم في مسألة الولاء، فنسأل الله التيسير. هذا معناه أنه بإذن الله تعالى يعني يكون قد أتانا العيد الآخر، ونجتمع فيه بفرح فرحا بالعيد، ويكون بانتهاء سنة الترمذي بإذن الله تعالى، ويكون أغلب الشوط قد انقطع، ما يبقى لنا إلا البخاري، ويبقى لنا إلا النسائي، والنسائي نحن نجمل بدون إخلال. نسأل الله تعالى أن يتم علينا النعمة. الفوائد المستنبطة، فضل الطواف في تكفير السيئات، المغني لسه ما زال، اللهم أمين. نعم سنأخذ الجنائز بعدها. خلاص اتفاق الكلمة أولى في الاتباع، اتفاق الكلمة أولى في الاتباع من مقاصد الشريعة. قد يرى المرء في المسائل الخلافية السنية كالتحصيب وكنزول الأبطح، لكنه إذا إمامه خالف ذلك وذهب الأسمح له في الخروج من مكان آخر يتبع الإمام أولى لاتفاق الكلمة، اتفاق الكلمة أولى. إلى باب الولاء إيش يعني؟ بعد البيوع تقصدين؟ من بعد البيوع إلى باب الولاء ولا إيش؟ نعم أنا مش عارف، أنتم أرهقتموني جدا لكل هذا شرح، لكن ما في مشاكل، هذا برضو ضريبة مش مشاكل. نعم الفضل أن يقال الحمد لله لتتم بنعمتي تتم الصالحات. عندنا كم فائدة الآن؟ فائدتان أم ثلاث؟
2. الفائدة الثالثة وجوب رجوع العلماء، وجوب رجوع العلماء. فرجعوا إلى أنس بن مالك فبين لهم، وبين لهم أيضا كيف أن من علم قص الشريعة وإن كان الأسمح إذا نزل نزول النبي صلى الله عليه وسلم الأسمح له أن يتبع أمراءه حتى لا تختلف الكلمة. استواء النفوس بنقاء القلوب دون الأهواء الداخلية التي تحرك وهي أهواء خفية. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.